العراق. السوداني بينجح وبيعمل فرق، ولكن يوم كبير بيتصدروا العلم العراقي، المرأة العراقية من المناصب العادية لفوق وأعلى، ابتكار أسلوب مختلف لتحركات ثورية من نوع آخر. الفن العراقي بما فيه الغناء بينهض وبينتشر وبيوسع جمهوره. الدولار ولو ارتفع بالعراق ما رح يشل الاقتصاد. الضربة اللي رح يتلقاها النفوذ الإيراني بالعراق ما رح تضعفه أو تقبعه أو تشيله. مقتضى الصدر بيلعب أخطر لعبة. الطبيعة بتصور وبتضرب العراق أرض وجو. كاظم الساهر بأغنية جديدة بتغزي العالم العربي، ومع كل الشهرة قدامه تحديين، واحد منهم قاسي. بهندس ماجد المهندس خارطة نجاحاته، وبيرجع على عالمه الخاص المليان غموض، البحرين. بيقوم ولي العهد البحرين بمحاولة جريئة تشبه المغامرة من دون حذر. الهدف بشق طريقه على الإعلام البحريني. التحقيقات والمحاسبات اللي داخل البرلمان البحريني واصلة. الشرطة البحرينية رح تكون أقوى من استهدافها. كيان غير بحريني معرض بقوة على أرض البحرين. محكمة بحرينية وقضية بيتعرضوا لاعتداء أمني. ليبيا. غدا طرابلس الغرب قبلة العالم، الأنظار العالم. رح نشوف تقل سعودي بليبيا لحل حالة عقد ليبية. السواحل الليبية ما رح تكون خشبة خلاص لسفن وبواخر غريبة بهويتها وحمولتها. عبد المجيد الدبيبي محبر مواقف وأحداث بتقلب كتير من المعطيات على الساحة الليبية. بيبرز اسم حفتر بمعادلة تغييرية جديدة. تتسلط الأضواء على سيدة ليبية بتكسر جمود المناصب. تقدم ملحوظ باتجاه باب الخروج من النفق الليبي قريباً. ضجيج ليبي استباقي لعملية تسليم مرتقبة لوجوه إلى تاريخ سياسي. محاولات هروب شخصيات بارزة إلى خارج ليبيا. حركة الشارع هي اللي رح ترسم هوية الرؤساء الجداد بليبيا. تونس. الاتحاد العام للشغل بتونس رح يكون هو محور الصدمة. بيتخطى الاقتصاد التونسي خطواته وبيخطي خطواته الأولى على طريق النهوض. مخطط لضرب المجموعات المحيطة بالرئيس وعم بيعرق له عمله. ابتكار أساليب لمعالجة شح المياه. ما رح يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير. بلحظة وبصورة مفاجئة بيوعى الشعب التونسي وبيقول كلمته. تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس. بداية ردم الهوة والغربة بين الإعلام ومجريات الواقع والحقيقة اللي عم بتصير على أرض تونس، اللي هو الإعلام عم بيكون شوي بعيد عنا. سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار. اكتشاف ثروة غازية ضخمة. لطيفة التونسية تلغي الفواصل بين النجاح والنجاح. صابر الرباعي بالضوء بعمل حتى غير فني. المغرب. رؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة، نسوان ورجال، رح تنطالن عملية محاسبة الفساد. إصرار ملك المغرب على المصالحة رح يكون أقوى من إصرار الجزائر على الخصومة. شخصية عسكرية مغربية ببازار الرهانات. استثمارات سياحية عالمية على أرض المغرب. العقار المغربي إلى ارتفاع رغم بعض الخضات. أغادير بأحداثها ومهرجانات السياحية رح تخطف أنظار العالم. ظهور جيل شبابي واعد بيتخطى مهاراته بكرة القدم الأبطال المغربيين اللي حققوا الانتصارات بقطر. بيطلق سعد المجرد أكثر من موجة غنائية تغلب بشوارع العالم العربي وأحياناً بتشظيه.